قصتنا اليوم تحكي عن الطفلة جون بانيت رامزي التي كانت تحتفل سعيدة في ليلة عيد الميلاد وبالهدايا التي حصلت عليها، لكنها لم تكن تعلم أنها ليلة مقتلها وأن أحد الذين أحضروا لها تلك الهدايا سيكون قاتلها. في ليلة من ليالي عيد الميلاد المظلمة عام 1996، كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة عندما اكتشفت والدة جونت رامزي أنها مفقودة بعد العثور على رسالة فدية على درج المطبخ، وقد طالبت بمبلغ 118,000 دولار. اتصل والد الطفلة بالشرطة وقاما بعصيان التعليمات المحددة التي أعطاها لهم الخاطفون. لم يكن عليهم الاتصال بالسلطات أو أي أقارب أو أصدقاء. اقترحت المذكرة أيضاً أن جمع الأموال سيراقبها المجرم، وأن الصغيرة ستعود إلى المنزل بمجرد تقديم المبلغ المطلوب. في الظهيرة طلبت الشرطة من الأب المذهول جون العودة لتفتيش شامل للمنزل. في وقت سابق أخبر العملاء أنه بمجرد أن لاحظ فقدان ابنته قام بجولة في المنزل أولاً. بناء على طلب الشرطة عاد للقيام بجولة في القصر برفقة صديق للعائلة. عندها حدث الاكتشاف الرهيب. تم العثور على جثة الطفلة الصغيرة في القبو. كان لديها حبل حول رقبتها، وكان فمها مغلقا بشريط لاصق وفتحت جمجمتها. وبدأت الشكوك تحوم حول أفراد العائلة، ففي الليلة التي اختفت فيها جون بينيت لم يكن هناك أحد في المنزل سوى والديها وشقيقها، وقد ظهر الدليل الواضح الذي قلب مجريات التحقيق. تم الفحص على مذكرة الفدية من قبل خبير الخطوط الجنائي ليكتشف أن رسالة الفدية كتبت بخط والدتها، وأن المذكرة نفسها قد مزقت من دفتر مذكرات تملكها العائلة، فضلا على أن مبلغ الفدية كان هو ذاته المكافأة التي حصل عليها والدها من العمل، ولم يكن أحد يعلم بقيمتها سوى العائلة. فماذا حدث إذن؟ اعترفت المربية أن شقيق الضحية يعاني من مشاكل نفسية، ولطالما كان يضربها بقسوة، وفي تلك الليلة كان قد ضربها على رأسها. أتراد الوالدان التستر على فعلة ابنهما كي لا يزج به في السجن، وخاصة أنه يعاني من مشاكل عقلية ونفسية، لذلك لا يزال الجاني حتى هذه اللحظة حرا وطليقا. كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم. نراكم إن شاء الله في قصة جديدة.